الله الرحمن الرحيم. يلا نتمشى ورا، اقعد مكانك. ما فيش ريموفال اوف امونيا.
ايه اهميتهم دي وكل الناس بتنام. الكلينيكال سيجنيفيكانس اوف ذيس انزايم اهميه الانزايم دول ان هم زي ما قلنا موجودين ماني ماني تيشوز ماني سيلز سبيشالي ذا ليفر امبورتنت ليفر فانكشن تيست موجودين في الانسايد ذا سيل انترا سيلولار. لو السيل اتكسرت بيبقوا ريليست في البلاد ويزيد الليفر بتاعهم في البلاد. امتى بيزيد؟ لو حصل تيشو دامج او سيل انجري. فالاثنين دول سواء الـ ALT او الـ AST او نفس الاسباب بتاعتهم برضه اللي ممكن اسالها دي بيزيدوا ان بلاد. يعني هم لهم نورمال ليفل مثلا في واير لغايه 12 مثلا. بيزيدوا بقى ال 12 ده الاقيه مثلا زي بقى 50 70 100 200 1000 في حالات ايه؟ بيزيد ان موست اوف دايز بيزيدوا البلاد ان موست of liver diseases. في مرض ثلاثة عشان هما important liver function test. زي ايه liver disease؟ زي مثلا الفيرال هيباتيتس. هيباتيتس A و B و C. زي حالات التوكسيك injury of the liver. توكسيستي في الليفر. طيب بيسموها hepatic intoxication. يزيدوا الاثنين. تكسر السيل ويطلعوا من السيل للبلاد ويزيدوا في البلاد. ليفر فانكشن تيست. بس نلاحظ حاجه مهمه قوي كلينيكال ان الاثنين بيزيدوا في حالات الفيرال هيباتيتس. بس بلاحظ ان الـ ALT بيزيد اكتر من الـ AST في الاكيوت هيباتيتس. الحالات الحاده السريعه في الاول او مثلا بيت انجري الاثنين بيزيدوا بس ده الـ ALT مثلا بقى 200 300 والـ AST 50 60 من زمان بس الـ ALT اعلى كتير من الـ AST في الاكيوت بتاعك والعكس الـ AST بيبقى اعلى من الـ ALT لو في حالات الكرونيك ليفر ديزيز او الكرونيك هيباتايتس في حالات الالتهابات المزمنه في الكبد سيروز وفايبروز والحاجات دي تلاقي الـ AST ولا اعلى شويه. يعني هما الاثنين برضه يفرقوا لي نوع الهيباتايتس. الـ ALT بيبقى اعلى في الاكيوت وليس دي بيعلى في الكرونيك. طب هل بيزيدوا في حاجات تانية نان ليفر؟ اه بيزيدوا كمان نان ليفر ديزيزز حاجات تانية مالهاش دعوة بالليفر نوت هيباتيك ديزيز. بس في الحالة دي اللي بيزيد أكتر هو الـ AST. يعني الـ AST بيزيد في الليفر وفي حاجات تانية. الـ ALT مور سبيسيفيك على الليفر بس. بتأثر قليل قوي في حاجات تانية. انما اللي بتأثر اكتر ان اذر ان اذر كونديشن نار هيباتيك ديزيز هو الـ AST. بيزيد في حالات ايه؟ الـ AST بيزيد في حالات المايوكارديال انفاركشن. دي عبارة عن ايه؟ ده انهي ديزيز ده يا جماعة؟ المايوكارديال انفاركشن اللي هو ايه؟ اللي ايه؟ جلطة القلب. مايوكارديال اللي هي عضلة القلب انفاركشن يعني جلطة حصل انفارشن نكروز انفارشن فالمايوكارديال انفارشن دي بالعربي في جلطه القلب. في جلطه القلب بتزيد عدد من الانزيمز بيزيدوا بطل كلام معايا عشان استعمله في تشخيص المايوكارديال انفارشن منهم الاس تي. ودي على قدر التفصيل في اخر السنه ان شاء الله. هقول لك ازاي تشخص كتير قوي شافها كلينيكال اخر السنه. تشخص ازاي حاله مايوكارديال انفارشن بالبايوكيميكال فايندنج بالابوراتري فايندنج. في عدد من الانزيمز بيزيدوا منهم الـ AST في حالات وهناخد له متى يعني يزيد امتى ويقل امتى بعد كام ساعه يزيد قوي ويرجع يبتدي يقل تاني لغايه ما يرجع لهم خلاص كلام التفصيل. المهم يعني ان الـ AST بيزيد في المايوكارديال انفاركشن وبيزيد كمان في حالات المسل ديزيزز موجود جوه المسل لما بتتكسر المسل سواء كانت في تروما او انجري او بان او تيومر او كده اي مسل ديس اوردر برضه بيزيد الـ AST. يبقى الاثنين بيزيدوا في الليفر ديزيز اكيوت وكرونيك بفرق بينهم. الاس دي بيزيد اكتر في حالات في حاجات ثانيه مش ليفر مع هيباتك في حالات بالذات المايوكارديال انفاركشن قلب جلطه القلب جلطه عضله القلب وفي الماسل ديزيز اللي هي الماسل ديسبور. ده از ريجارد الكلينيكال سيجنفيكانس للـ ALT او الاس اللي ممكن اسميهم جيبوكي. خلصنا كده الترانس امينيشن. نطلع على النوع الثاني اللي اسمه اوكسيديتيف دي امينيشن.
في الاوكسيديتيف ديامينيشن زي ما باين من اسمه لو سمحت ورا دي امينيشن يعني هشيل امونيا واوكسيديتيف يعني عامل اديشن اوف اوكسجين بحط اوكسجين هي في الاخر كيتو وذ ريموفال اوف امينو جروب ان ذا فورم اوف امونيا زي ما هنشوف دلوقتي. What about the second mechanism, oxidative deamination? Oxidative deamination بيتم عن طريق two enzymes. الأولاني اسمه أول إنزيم يعني الحكاية دي A اسمه L amino acid oxidase. L amino acid oxidase يعني بيشتغل على L amino acid. This L amino acid oxidase is characterized by يتميز بإيه حاجة صفاته هنا. يتميز إنه بيشتغل على L amino acid. موجود في الليفر اند كيدني اوف لو اكتيفيتي طلعت عليك كلها بالال يعني على ال ماي ماس بس مش هدي والال هو الاهم طبعا المور اكتيف المور كومن في الليفر والكيدني بس اوف لو اكتيفيتي يعني الاكتيفيتي بسيطه بيشتغل على عدد مولكيول يقف مش يكمل على عدد كبير من الاماين اسيد سمول اماين اسيد والاكتيفيتي ستوب لو اكتيفيتي بيحتاج كمان هيدروجين كارير FMN فبيشتغل ازاي ال L amino acid oxidase بيبتدي على ال L amino acid اللي زي ده CH COOH في amino group in the alpha carbon طبعا دي 6 alpha carbon عشان كده ممكن نسميه alpha amino acid يعني amino group in alpha carbon this is L amino acid بيشتغل عليه الانزيم اللي اسمه L amino acid oxidase requiring FMN الى FMNH2 يشيل ال HD وال HP على FMN كهيدروجين كارير ويدينا FMNH2 لما نحط ال HD وال HD يبقى شكله عامل كده R C طب البوند ال H C O O H شلت ال HD و H من الامينو على D بقت C طب البوند ال H ده اسمه الفا امينو اسيد في الالفا كربون في امينو امينو مش امينو الفا امينو اسيد this الفا امينو اسيد is not stable يعني immediately لازم يتغير الى الفا كيتو اسيد ما تقدرش يفضل كده بالمنظر ده كتير unstable compound intermediate compound immediately هيرياكت with the water هيحصل له hydrolysis في وجود الووتر الاثنين هيدروجين دول هياخدوا الاثنين هيدروجين مع ال NH تطلع in the form of NH3 يعني اثنين هيدروجين مع ال NH تطلع الامونيا release of ammonia H2 و NH يبقى امونيا NH3 والاوند بتاعت الميه هتيجي هنا مكانها وتعمل الفا كيتو اسيد بالشكل ده R CO COH اللي بسميها الفا كيتو اسيد سميته الفا كيتو ليه؟ لان الكيتو جروب مع الفا هبتدي حاجات بيسي خالص انت قعدت كان بيسي من شويه الفا كيتو اسيد او كيتو يعني كيتو تمشي لكن الفا كيتو حطيت ان الكيتو جروب مع الفا كارب يبقى جت الهيدروليتك دي امينيتي دي بنسميها هيدروليسيس اديشن اوف ووتر 2 اتش مع ال اتش طلع الامونيا والاو جت هنا عملت الكيتو جروب حولت الامينو اسيد الى الفا كيتو اسيد وهنا حصل لي ريليس اوف فري امونيا يعني حصل هنا فعلا في امينيشن بس الانزيم ده اللي بيشتغل هنا زي ما خليك فاكرين كده اوف لو اكتيفيتي يعني مش في كل التيشر ده هنا بس وبيشتغل عدد قليل من الامينو اسيد ويقف الاكشن بتاعه ما يقدرش يشتغل كتير فيعني ما لوش قيمه قوي في الدي امينيشن الرياكشن ده بيتم نون انزيماتيك سبونتينيسلي اديشن اوف ووتر وذ ريموفال اوف امونيا وخدت الاو كالفا كيتو اسيد. تاني قدامنا ده اسمه ال ال امينو اسيد اوكسيديز عمل اوكسيديتيف دي امينيشن. ليه
ديامينيشن امونيا تلات. فالانزيم التاني اللي ممكن يعمل اوكسيد ديامينيشن غير ده اسمه الجلوتاميت ديهايدروجينيز. بيشتغل على الجلوتاميك اسيد بس مش على اي امينو اسيد تاني. يعني ده بيشتغل على اي الا امينو اسيد. لكن التاني اللي هنقوله بيشتغل على اونلي ذا جلوتاميك اسيد. الجلوتاميت ديهايدروجينيز. وات اباوت ذا سكند انزيم بيعمل اوكسيديتيف ديامينيشن؟ اسمه الجلوتاميت ديهايدروجينيز. بي ال جلوتاميت ديهايدروجينيز فقط لل ال جلوتاميك اسيد. من كل ال 20 عمل لازم يشتغل على واحد ال جلوتاميك. هو زي دول بس بيختلف عنه في بعض الحاجات. يعني بدل ما بيشتغل على ال امينو اسيد لا بيشتغل على ال جلوتاميت. بدل ما هو في الليفر والكدني ده موجود in most tissues widely distributed. بدل ما هو low activity لا ده هو high activity. يعني بيشتغل على عدد كبير من الجلوتاميك اسيد والاكتيف بتاعها بتقل في الباي اف ذا اكت اوف هاي اكتيفيتي. بدل ما هو كان بيحتاج اف ام ام ده بيحتاج ناد ناد اور ناتي. يعني ينفع بالناد وينفع بالناتي. الهيدروجين كارير بتاعه هي ناد يا ناتي. كان ساعات بيحتاج كده كومبير بتوين ذا تو انزايم اوف اوكسيديتيف ديامينيشن اللي هم ال ال امينو اسيد اوكسيديز وال ال جلوتاميت ديهايدروجينيز. انا بتحط فرق قدامي كده عشان لو حطيت تعمل جدول واضح قلبه. واحده بتطلع معايا بس والثانيه على ال جلوتاميت. واحده في لو اكتيفيتي وده اوف هاي اكتيفيتي. واحده في ليفر والكدني والثانيه في موست تيشرز وايدلي ديستريبيوت. واحده بتحتاج اف ام ان هيدروجين كارير ده بيحتاج ناد وناد بي هيدروجين كارير. لكنه بيشتغل على امينو اسيد واحد اللي هو الجلوتاميك اسيد. بنعمل ايه بقى الاكشن؟ بيبتدي اجي ال ال جلوتاميت اللي هو ال ال جلوتاميك اسيد يعني ريفرسبل رياكشن بالانزيم اللي اسمه ال جلوتاميت ديهايدروجينيز ال جلوتاميت ديهايدروجينيز والانزيم ده ريفرسبل بيحتاج هيدروجين كارير ناد الى ناد اتش بلس اتش ناد اتش بلس بروتون او ناد بي ينفع ناد بي ناد اتش بلس اتش وبرضه ادشن اوف ووتر ويز ريموفر اوف امونيا ان اتش 3 تو فورم الكيتو اسيد بتاع ده اللي هو الالفا كيتو جلوتاميت. الفا كيتو جلوتاميت الفا كيتو جلوتاميك اسيد. بحول الامينو اسيد جلوتاميك الى الكيتو اسيد بتاعه الفا كيتو جلوتاميك. هل ده عمل ريليس في امونيا؟ اه عمل دي امينيشن ريليس في امونيا اكشوال دي امينيشن. طبعا الرياكشن حتى بيحصل برضه في خطوتين زي ما قلنا قبل كده عشان توفير الوقت بتاع كده. يعني اول ستيب بيدينا الفا امينو جلوتاميك فبدل احط الميه واطلع الامونيا زي ما عملنا بالظبط ويقوم يتكون الكيتو اسيد الفا كيتو جلوتاميك. عايز تعملها في خطوتين تعمل عايز تطلع كلها مع بعض ماشي. امينو اسيد الفا ال ال جلوتاميك اسيد ال جلوتامين ال جلوتامين دي هيدروجينيز ريفرسبل هيدروجين كارير ناد اور ناد بي فشيل منه الهيدروجين ناد اتش اور ناد بي اتش ميه اديشن اوف ووتر ويطلع الامونيا ويكون الكيتو اسيد الفا كيتو جلوتاميك. عمل ريليس اوف فري امونيا؟ اه عمل اهي. الرياكشن ده ريفرسبل يعني باستعمال الالفا كيتو جلوتاريك والهيدروجين والامونيا بنفس الانزيم ده ممكن اكون جلوتاميك اسيد نان اسينشال امينو. لما هتاخدوا الجلوتاميك اسيد الاسبوع الجاي ان شاء الله مش الاسبوع اللي بعده اللي بعده في الامينو اسيد انديفيديوال هتعرف ان الامينو اسيد جلوتاريك بيتصنع بكذا طريقه ترانس اميليشن العادي وبال الجلوتاميك دي هيدروجينيز ريفرسبل من الالفا كيتو جلوتاريك والهيدروجين على الهيدروجين كارير والامونيا بنفس الانزيم كان فورم جلوتامين او ال جلوتامين نار
الجلوتاميك اسيد. يبقى اكشولي الطريقه بقى الرئيسيه المين ميثود فور جنرال دي امينيشن فور موست امينو اسيد هي الطريقه دي اللي هنتكلم عنها دلوقتي الترانس دي امينيشن اللي هي كومبينيشن بين الترانس امينيشن والاوكسيديتيف دي امينيشن. الجزء الاولاني ترانس امينيشن عادي بتاع جلوتاميك، والجزء الثاني هستعمل الانزيم القوي ده على الجلوتاميك عشان اطلع الامونيا، وبالتالي استعملت الال جلوتاميت هيدروجينيز في السكند بارت اوف ذا ريكشن. يبقى ترانس دي امينيشن هو المين ميكانيزم فور دي امينيشن فور موست امينو اسيد. وابقى فاهم ليه كل لحظه الثاني شغال نو ريليشن فري امونيا الال امينو اسيد له اكتيفيتي ده بيشتغل على واحد بس، لكن الطريقه الرئيسيه المين هي اسمها ترانس دي امينيشن. تو اكشن ترانس امينيشن وبعدين دي امينيشن. ترانس امينيشن الفكيت جلوتاميك والجلوتاميك، والجزء الثاني اوكسيديتيف دي امينيشن باستعمال الانزيم القوي ده اللي هو له هاي اكتيفيتي في كل مكان اللي جلوتاميت دي هيدروجين. وات اباوت ذيس ميكانيزم الرئيسي نمره ثلاثه ترانس دي امينيشن. هيشيل هيدروجين من ده ويرجعه تاني لالفا كيتو
كوتالي بنفس الريكويرمنت اللي هي ناد تو فورم ناد اتش بلس اتش ممكن ناد بي ومعاها ووتر عشان اديشن اوف ووتر وتطلع الامونيا وهنا ريليس اوف امونيا وهنا اكشولي حصل خلاص ريليس امونيا. هي الامونيا دي جايه منين يا جماعه؟ الامونيا دي كانت فين اساسا؟ يعني دي انهي امينو جروب كانت موجوده فين اللي طلعت ريليس اند اوف ذا ريأكشن بتاعت الامينو اسيد الاولاني الرئيسي؟ يعني هي دي بتاعت التانية بس هي اتقلت خطوتين. الامينو جروب الاول راح لاسيتيك جلوتاميك عمل الجلوتاميك جت هنا في الجلوتاميك وبعد كده بالانزيم الثاني ال جلوتاميت هيدروجينيز عمل اوكسيديتيف دي امينيشن للال جلوتاميك. كانوا بيشتغلوا ايه بس؟ فانا استعملته نقلت الامينو جروب للالفا كيتو جلوتاميك في الجلوتاميك وبعد كده استعملت الاوكسيديتيف دي امينيشن للجلوتاميك بالانزيم القوي الخاص بيها ال جلوتاميت هيدروجينيز في وجود ناد لناد اتش وورد والريليس الامونيا عملت اكشولي دي امينيشن للامينو اسيد الجنرال. اي واحد عايز اعمل له جنرال ميثودز فور دي اتش في الميكانيزم اللي هو كومبينيشن بين الاثنين ترانس مش فاضي دي طبعا انا معايا اللي هم ما لهمش ما ينفعوا بس كلهم اتنين معايا من 100 الامونيا دي خلاص خليك معايا ريليزد من الامينو اسيد استعملت اثنين انزايم ترانس امينيز بي ال بي و اوكسيديتيف دي امينيشن للجلوتامين دي هيدروجينيز. كل التو انزيمز سواء الاولاني او الثاني الجزء الاول من الميكانيزم والجزء الثاني من الميكانيزم دي ريفرسبل رجع الالفا كيتوجلوتاميك تو ريبيت ذا سايكل اجين. واضح دلوقتي ان هي دي الاكتشوال ميثود فور دي امينيشن. خد بالك انا بقول هي عشان الاكرد اوف موست امينو اسيد وموست دي يعني 18 19 امينو اسيد. خلصنا كده الميثود اوف دي امينيشن الترانسامينيشن اوكسيديتيف دي امينيشن وانزيم الفروبينو والطريقه الرئيسيه مجموعه الاثنين ترانس دي امينيشن. خلصنا جنرال ميثود. في عندكم حاجه اسمها سبيسيفيك ميثود مش هنتكلم عنها خالص لانها هتتكلم مع كل امينو اسيد لوحده هي خاصه بكل امينو اسيد في واحده الجلايسيد والهيستيدين والسيرين والفاكسيستين فدي هتتاجل مع الانتميديال امينو اسيد. قبل ما نبتدي نتكلم بقى عن موضوع جديد اسمه ميتابوليزم امونيا كان فاضل لنا حاجه ما كنتش نرجع لها كده اسمها ديفكتد في الدايجيشن وابسوربشن في الامينو اسيد. يعني ايه الكلينيكال ديزيز اللي ممكن تنشا لو في مشكله في هضم او امتصاص الامينو اسيد؟ ديفكتد ذكرتها يعني وقتها نزلتها لك وعديناها فنرجع لها بسرعه كده في 5 دقايق وبعدين نكمل نقطه. ديفكتد في الدايجيشن وابسوربشن. فممكن يسمح بامتصاص بعض البروتين. الحاجه الثالثه الاميون
سيستم بتاعه مش اكتف قوي انه يعمل انتي بودي. ففي النيو بورن ممكن يسمح بالابزوربشن بعض البروتينز. بتتم عن طريق ايه؟ باي اندو سايتوزيس. يعني انت مكملت بدوس ستورج اكتر او غيره يحصل انفاجينيشن كده للمبرين ويطلع البروتين ده بره، وبالتالي يحصل يروح بعد كده من السيل للبلاد باي اندو سايتوزيس. النيو بورن بيستفيد بالحكايه دي في ايه؟ النيو بورن بيستفيد بالابزوربشن البروتين بالذات للاميونو بلوجلين اكشوالي الاي جي جي اللي بياخدها في ان ذا كولوستروم. كولوستروم اللي هو نوع من انواع اللبن اسمه بالعربي كولوستروم ده لبن السرسوب بالظبط كده كويس جدا لبن السرسوب اللي هو بس هو اكشوالي الموجود في الفيرست ويك اوف لاكتيشن في اول اسبوع من اللاكتيشن. الميلك ده اسمه كولوستروم مليان اميونوجلوبين واخدها من المذر ماتيرنال يعني شيء مفيد جدا الرضاعه في اول اسبوع من المذر عشان الكولوستروم ريتش اميونوجلوبين خد بعد ما عمل اللاكتيشن وصل الاميونوجلوبين عنده الانتستين ابزوربت بالاندوسايتوزس بتدي له اميونيتي ست شهور يقعد ست شهور عنده اميون اجينست البكتيريا فاير انفكشن نتيجه الاميونوجلوبين الاي جي جي مينلي اللي واخدها من الام عن طريق اللبن بتاع الكولوستروم. انما لو كان في الكبار بقى لو هو حصل ديفكت في الانسان كتير لو ديفكت ان انتستاينال ايبيثيليوم في الابيثيليوم بتاعت الانتستين وحصل ابزوربشن اوف بروتين قلت لكم قبل كده ان البروتين ده هيكون اوف هاي مولكيولار ويت وفورن هاي مولكيولار ويت وفورن هم دي الصفات بتاعت الانتيجين. الانتيجين يكون بيج مولكيول وهاي مولكيولار ويت فورين بالنسبه للبودي انتيجينيك ستيكريتري ميون ريسبونس يطلع قصاده انتي بودي وبالتالي يحصل الرجي تو فور بروتين يحصل فيه الرجي للنوع ده من البروتين في الكبار في سيت ديفيكت لو في مشكله في الانتستاينال ابيثيليوم. طب النوع الثاني من الديفيكت اسمه ايه؟ ده از ريجارد الرجي. النوع الثاني ديزيز مشهور موجود اسمه سيلياك ديزيز يمكن سمعته عنه في سنة أولى. فكرت بيه سيلياك ديزيز. سمعته عنه ولا لا؟ اتلغى؟ أخدته يعني ولا لا؟ هو مكتوب في سنة أولى في كتاب السنة دي، بس مش عارف السنة اللي فاتت موجودة لا مش عارف. المهم إن السيلياك ديزيز ده عبارة عن إيه؟ السيلياك ديزيز ده عباره عن اوتو اميون ديزيز. اوتو اميون ديزيز. مشكلته في السيلياك ديزيز ده هو ديزيز في الهضم وفي الهضم وامتصاص بعض انواع من البروتينات. المشكله في الحاله دي في السيلياك ديزيز بيبقى فيه ديفكت ان دايجيشن اوف جلوتين. جلوتين ده بلانت بروتين نوع من البروتينات بلانت بروتين موجود في الويت. الويت اللي هو القمح. والقمح كنتوا عارفين معمول منه دقيق والدقيق هيتعمل منه العيش يعني مش لما كتير قوي. اي حاجه فيها دقيق عيش بيتي فور كيك كاتو اي حاجه ده فيها دقيق يبقى في الحاله دي ريتش في الجلوتين وبالتالي هيعمل ذيس ذيس بروفيت. هو مشكلة الجلوتين أو مشكلة الديزيز ده في السيلياك ديزيز إن هو أوتو إميون ديزيز بيجي في الشطرين وفي الأدوليسنس ساعات بيتأخر شوية سن البلوغ. ما عنده مشكلة في هضم الجلوتين اللي هو موجود كأسيدك بروتين إن ويت وفي العيش والبريد والحاجات كلها اللي فيها الدقيق. ووضع بالنسبة للجلوتين ده إنه أسيدك بروتين ريتش إن جلوتامك أسيد وجلوتامين مليان جلوتاميك اللي هو الاسيدك وجلوتامين. فلما الحد
بيبتايد الصغيره بيبتايد كبيره ريتش ان جلوتامين. هو ده اللي بيتم، ما بيحصلش كومبليت دايجيشن، بيحصل بارشال دايجيشن، هضم غير كامل للبروتين اللي فيه الجلوتين، وبالتالي البيبسين والتريبسين يحولوه الى لارج بيبتايد ريتش ان جلوتامين. ما يقدرش يهضم اكتر من كده. الدايجيشن ويل ستوب ات ذيس ستيج. This large peptide rich in gluten will remain in the intestine, toxic for intestine, وهيعمل fatty diarrhea. هيفضل موجود في الانتستين ويأثر على الانتستينال وول ويخلي الفات تنزل في رسوب كمية كبيرة ويعمل له fatty diarrhea. المشكلة مش الفات diarrhea، المشكلة في حالات دي كتير جدا بتبقى not discovered, not diagnosed. يفضل الطفل او الولد ده عنده دايريه كده ما ياكل اكل كتير على طول، مش دايريه يعني بس فاريبل، ساعات كتير قوي ساعات كل شويه ساعات حسب الانتاج قد ايه وحسب الكونديشن. فساعات نوت ديسكفر هو متعود كده خلاص على نوع الدايريه ده وخلاص، ساعات تزيد شويه ساعات تقل شويه، ان هو يعني متعود عليه. بس هي في الحاله دي لو هي نوت ديسكفر بيبقى كل مره الجلوتين ده بيأفكت الانتستاينال كتير، بيبدا يعمل انسريشن في الجي اي تي، يعمل دامج في الميوكوزا اوف ذا جي اي تي، مي ليد تو سيفير انسر اند سيفير كونديشنز. وكمان لو الجلوتين ده ابزوربت، لو اللارج تايب دي ابزوربت براحه البلاد هتعمل انتي بوديز اجينست ذيس لارج تايب. يعني هتاثر على الانتستين وتعمل فاتي دايريا وتعمل انسر وتعمل دامج في الميوكوزا، ولو راحت البلاد ستريم بتعمل انتي بودي اجينست. علاجها لغايه دلوقتي الوحيد ان هو بياخده جلوتين فري تايب. يعني بياكل وجبات ما فيهاش جلوتين. ما بيعتمدش على الدقيق، بيعتمد على الذره وحاجات ثانيه زيه كده بيصنعوا منها العيش والحاجات اللي هي اللي مطبوعه من ده من غير جلوتين. جلوتين فري ميل بتحسن الكونديشن، ممكن يعيش حياته عاديه طيبه جدا بس جلوتين فري تايب او جلوتين فري. ده از ريجارد فود افكتس. ندخل بقى على الموضوع المهم ان هو بيبتدي يحصل دايجيشن الاول. ها في اللارج بيبتايد لغايه ما توصل عدد امينو اسيد عدد معين ويرسوب، يعني هو فين بيشتغل؟ ايه؟ لا يوصل بعد كده للارج بيبتايد دي في عدد معين ويستوب اكشن، يعني بيشتغل على بروتين كبير قوي، لكن لما يوصل مثلا ل 30 40 امينو اسيد ومليان جلوتامين بيستوب اكشن. لا اتفضل بقى يا جماعه، يلا طرف الباب. اوتو اميون لان هو في الحاله دي بيعمل انت بودي اجينست حاجه، هو تحت في الدايت لكن يعتبر بعد الثيرد دي، يعني البروتين اللي اتكلم ده من الجي اي تي واخد بالك، فستيميوليت اميون ريسبونس. الحاله دي يعتبر اميون ريسبونس من حاجه موجوده جوه الجسم مش حاجه من بره عملت. ده من الحاجات المشهوره جدا على بعضه ان جروب اوف اوتو اميون ديزيز. ندخل بعد كده على موضوع مهم جدا اللي هو الميتابوليزم اوف امونيا. الامونيا اللي بتلعب في دي امينيشن دي بتستعملها في ايه؟ بعمل بيها ايه؟ هي منين؟ سورس اند فيد اوف امونيا. ميتابوليزم اوف امونيا. ميتابوليزم اوف امونيا. نبدا ميتابوليزم اوف امونيا اول حاجه سكرات سورتد. جايه منين الامونيا؟ اتكونت ازاي؟ من هواء الفضل. اول حاجه طبعا اهم حاجه باي دي امينيشن اوف امينو اسيد. بالريموفر الامونيا من هاي جروب من الامينو اسيد وريليس الامونيا، يبقى الطريقه الرئيسيه هي دي امينيشن اوف موست اوف ذا امينو اسيد. تاني حاجه من البيورين، تكسير البيورين والفاي ريميدي ميتابوليزم بيريليس ان اتش 3. رابع حاجه من البيوت ريفاكشن. كلمه بيوت ريفاكشن يعني اكشن اوف ذا انتستاينال بكتيريا الموجوده عندنا في الانتستين، مين في النا
large intestine على amino acid. Acute infection يعني the action of intestinal bacteria on amino acid. يحولها إلى fatty acid with release of ammonia. فكلمة putrefaction يعني تأثير الانتستينال فلورا أو الانتستينال بكتيريا اللي في اللارج انتستين على amino acid. والأمونيا اللي جاية من الانتستينال putrefaction من البكتيريا على amino acid في الانتستين بيبقى ليها clinical importance هنعرفه بسبب إيه. فلكن هي دي السورسز اللي بتطلع الأمونيا. طبعا دي هرمون ومعاه الكلورين والبيرودين والاكشن اوف انتستينال بكتيريا اون ذا امينو اسيد بريزنت ان ذا لارج انتستين. وات اباوت ذا فيت؟ الامونيا دي هعمل بيها ايه؟ هي الامونيا عارفين انها فيري توكسيك للتيشوز، بتاثر على التيشوز كلها وبتعمل توكسيستي وبالذات على البرين والبرين سنتر، لكنها موجوده ان اور بلاد ان فيري سمول ليفل، لان هي ليها برضه بعض الانابوليك فانكشنز. كميات قليله جدا من الامونيا بستعملها في تكوين امينو اسيد ونيتروجينس كومباوند. ففي بعض الفانكشن للامونيا. What about their anabolic function او anabolic fate؟ اللي هي fate احسن من function. Anabolic fate of ammonia بستعملها في بناء ايه؟ كميات قليله جدا من الامونيا بستعملها في بناء بعض الكومباوند. منهم مثلا النون اسينشال امينو اسيد. وانا قلت لك في امينو اسيد بالذات بيتكون من امونيا بكميه كبيره. زي مين؟ ايه الامينو اسيد بتاع الامونيا في تكوينه؟ زي اسمه ايه؟ كتبناه من شويه كده اللي هو البلوتاميك اسيد. يا جماعه قلنا الالفا كيتوبلوتاريك بنقل جلوتامين دي هيدروجينيز لانه ريفرسبل بياخد الهيدروجين والامونيا تفورم جلوتامين. وفي امينو اسيد ثاني بيستخدم في تصنيع بعض الان اسينشال امينو اسيد. تاني حاجه البيورينز. يعني صحيح تكسير الكلورين بتطلع امونيا لكن هي برضه بتستعمل في تكوين الكلورين وهنعرف ازاي. والبايريدين عشان النيوكليوتيد ريتريك اسيد يورينا البايريدين. والامينو شوجرز والنيتروجينس بيزس وفوسفوليبيد. و يعني غير كده احنا قلنا الكلام ده سمعنا هنا قبل كده اللي هي من نيتروجين كومباوند. ستة الجلوتامين. يعني الامونيا مع الجلوتامين اسيد تعمل جلوتامين وده كومباوند فيري امبورتنت اور ميري امبورتنت فانكشن. له خمسه ستة فانكشن في الميتابوليزم هنجمعهم على الجلوتامين. واخر واحد سبعه الاسباراجين. اسباراجين اللي هو امونيا مع الاسبارتم. امونيا مع الجلوتامين وامونيا مع الاسبارتم. بستعملت الامونيا في ايه؟ في بناء بعض الكومباوند. انابوليك فيت نون اسينشال امينو اسيد كلورين بايريميدين امينو شوجر نيتروجين اسبيز وفوسفوليبيد. واهم واحد فيهم خالص الجلوتامين فيري امبورتنت. ومعاه كمان الاسبرجين. بعد كده بقى في الكاتابوليك فيت. لو انا خلاص مش عايز الامونيا دي الكميات الضئيله اللي محتاجها في البناء وعايز اتخلص منها. بتخلص منها ازاي؟ كلنا عارفين طبعا ان اهم طريقه للتخلص من الامونيا اللي هي اليوريا فورميشن بتبقى في الليفر. The major pathway for disposal of ammonia اهم طريقه للتخلص من الامونيا. بس خلصنا من حوالي 85% من الامونيا in the body عن طريق اليوريا سايكل in the liver. لكن في بعض التيشوز بتتخلص من الامونيا بطرق ثانيه. يعني غير دي في نسبه ثانيه in other tissues بتعمل disposal of ammonia. هنتكلم على بعضهم النهارده كده ان شاء الله. ازاي التيشوز بتعمل ريموفال اوف امونيا؟ ازاي بتتخلص من التوكسيستي والامونيا؟ ديسبوزال والامونيا اللي بنسميها كاتابوليك فيت. الفاريبل حسب نوع التيشوز زي ما الليفر. هو اهم مكان للديامينيشن فبيطلع كميه كبيره من الامونيا ان ذا ليفر جايه من الديامينيشن للامينو اسيد اللي موجود في الليفر. مين سايد فور ديامينيشن بيطلع كميه كبيره من الامونيا. وكمان في امونيا بتجيله كمان من اذر تيشوز تتجمع في الليفر.
الامونيا از توكسيك، كلنا متفقين على كده. بتتحول عن طريق اليوريا سايكل اللي انا هقولها بالتفصيل ان شاء الله باذن الله يوم الاثنين او المرحله الاسبوع الجاي باذن الله مع بعض، اللي هي اليوريا سايكل، هاو تو كونفرت امونيا تو يوريا، اللي هي ميجر باثواي فور ديسبوزال اوف امونيا اونلي ان ذا ليفر، تتحول الى نان توكسيك يوريا. نان توكسيك يوريا تطلع من الليفر تروح للبلاد تو ذا كيدني to be excreted in urine. يبقى الأمونيا اللي موجودة في الليفر بتبقى من الليفر نفسه من تأكليش مهندس الليفر أو تجيال من بره أو جماعة في الليفر عن طريق اليوريا سايكل بتحول من توكسيك أمونيا لنان توكسيك يوريا in the liver باليوريا سايكل to form نان توكسيك يوريا تطلع في البلاد ستريم توصل للكيدني to be excreted in urine. وإحنا قلت لكم إن اليوريا أهم واحد في اليورينري ان بي ان أكثر واحد ان كينيور. ودي هي الميجر باثواي فور ديسبوزال امونيا. بتخلص الجسم من حوالي 85% من الامونيا دي النبضي ثرو يوريا سايكل. طب وات اباوت اذر تيشو؟ نتكلم مثلا على الاكسترا رينال اكسترا هيباتيك تيشو. اكسترا رينال اكسترا هيباتيك يعني ايه؟ يعني التيشو اللي مش كدني ولا ليفر غير الكدني، كدني هقول له روح الحاجات بقى اللي غير الليفر بره الليفر اكسترا هيباتيك وغير الكدني اكسترا رينال. امون مثلا بموضوع البرين، الامونيا اللي اتكونت فور اكزامبل ان ذا برين، في امونيا بتطلع في البرين من دي امينيشن طبعا فيري توكس، لازم تخلص منها بسرعه جدا بس على البرين وبرين تيشو برين سنتر. بيتخلص منها البرين ازاي؟ بيعمل لها كونجوجيشن مع الجلوتاميك اسيد. جلوتاميك ده موجود كتير في البرين. ثرو ان انزيم نون از جلوتامين سينثاتيز. جلوتامين سينثاتيز. بما ان هو سينثاتيز يبقى يحتاج انرجي اي تي بي الى اي بي اند انورجانيك فوسفيت. الامونيا مع الجلوتاميك الجلوتامين سينثيتيز ان ذا برين يكون جلوتامين. الجلوتاميك مع الامونيا هيكون جلوتامين. خلي بالك الجلوتامين في الاستراكشر عنده اثنين امين جروب، واحده عاديه في الفا كربون والثانيه في اخر كربوكسيليك جروب سكون اتش تيرمينال اللي اسمها امايت جلوتامين. هي الايه؟ الانزيم جلوتامين سينثيتيز موجود في التيشو الثانية كتير بالذات في البرين مع الجلوتاميك في وجود الاي تي بي عمل جلوتامين. في الجلوتامين از نان توكسيك هيمشي في البلاد ستريم هيوصل لمكان من الاثنين الليفر والكيدني. هنتكلم بس على دول بيعمل ايه في الليفر وكله خلاص. لو وصل الليفر يعني الجلوتامين باص في البلاد ستريم لغايه ما يوصل تاني الليفر او الكيدني، يعني يوصل الليفر يدخل الجلوتامين. هيعمل ايه الجلوتامين ان ذا ليفر؟ وات اباوت جلوتامين ان ذا ليفر؟ الجلوتامين ان ذا ليفر هيبقى اكتر فيهم بانزيم اسمه في وجود ووتر و ان اتش 3 اسمه جلوتامينيز انزيم. جلوتامينيز. جلوتامينيز يفك الامونيا اللي في الجلوتامين من غير انرجي. صوت ورا ميه ويطلع امونيا ويكون جلوتاميت. جلوتاميت امونيا طلع تاني في الليفر. الجلوتاميت زي ما خدنا قبل كده بالال جلوتاميت دي هيدروجينيز اللي هو موجود في كل حته منهم الليفر يعمل له اوكسيد امينيشن ويطلع برضو امونيا من الجلوتاميت ويكون هنا الفا كيتو جلوتاريك. ده الكلام ده بيتم ايه؟ الجلوتامين اللي جاي من البلاد وصل الليفر. جلوتامينيز ميه وريليس امونيا جلوتاميك ال جلوتاميك دي هيدروجينيز الانزيم الخاص بيه كاوكسيد امينيشن لريليس امونيا بيكون الفا كيتو جلوتاريك. الفا كيتو جلوتاريك الامونيا دي ودي يعملوا يوريا زي ما اتفقنا وتمشي في البلاد لكن بيكسبتي. يبقى ده بيتم فين؟ ان ذا ليفر. بايه؟ بالجلوتامينيز اللي جاي له بالجلوتامين اللي جاي له من بره مين من البرين. اول انزيم بيقابله جلوتامينيز
mayoría. Ella tenga una al kidney. What about the kidney? El kidney que va montería sofía diagnis ya que la mayor es el kidney antarí el diagnation de tal la amonía. Con amonía que está en el kidney directly excreted in your يعني أمونيا جاية من أمينو أسيد وبروتينات حتى تكلى نفسها هذا الكيدني دي أمينيشن أمونيا ده في الكيدني immediate تبدل في اليورين لا يوريه ولا حاجة direct excretion in اليورين يبقى دي جاية منين من الأمينو أسيد in the kidney تنزل الأمونيا في اليورين تمثل حوالي 40% من اليوريلري أمونيا وما الباقي 60% جاي منين جاي من هنا اللي يوصل لها هذه جلو تانيين انا قلت لك الجلوتامين ده بيروح الليفر يا كده في الليفر عمل كده طب وفي الكدني في الكدني برضه عن طريق ال جلو تاني نيز انزيم ميه وطلع ال اتش 3 وكون جلوتامين تنزل ال اتش 3 في اليورين وهي دي توصل 60% من اليورين الامونيا يعني ايه الفرق بين دي ودي رغم ان الاثنين في الكدني والاثنين اكسبريت اليورين دي جايه من الاميراتيك بروتين اوف ذا كيدني اتسلف دي امينيشن امونيا ايميديت اكسبريشن يورين كميه اقل 40% انما الاكثر هي الجلوتامين اللي الدم جاي لها من بره وبالذات من برين الجلوتامين ده مصيره حاجه من الاثنين يا ليفر وعرفنا ايه يا كيدني بيوصل الجلوتامين تو ذا كيدني هيلاقي فيه انزيم ناشط اسمه جلوتامينيز يفك عن طريق الموتر الجلوتامين ده يطلع منه امونيا وجلوتاميت او جلوتاميت ويعمل اكسكريشن الامونيا ان يورين الامونيا دي مش بتاعه جايه من بره جايه من الجلوتامين من اكسترا رينال تيشو سيل برين نزلت في اليورين وعملت 60% اوف يورينري امونيا كميه انا حاجه هقولها الامونيا ان يورين كان في بتوع حضرتك بس كانوا رساله مش عارف شويه كتير يعني اعرف كده لو عايز تعرف كميه الامونيا اكسبريت ان يورين في اليوم حوالي 0.7 جرام بير دي كمية الأمونيا اللي هي اكسبريت ان يورين 0.7 جرام بير دي وبتزيد جدا ان كونديشن اوف اسيدو شكرا يا جماعه شكرا لكم ايه 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 ايه